يمكن تعريف بطاقة الأداء بأنها مجموعة من المؤشرات التي تعطي نظرة شاملة عن المؤسسة ككل، أو وظيفة معينة، أو مسار معين، أو مشروع جزئي معين. وكذلك تسمح هذه المؤشرات بمتابعة مستوى ودرجة التنفيذ للأهداف المحددة مسبقاً لهذا المسار، من أجل اكتشاف الانحرافات أو التأخير في التنفيذ والعوائق التي تم مصادفتها والتي تحول دون تحقيق هذه الأهداف. كل ذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة من القيادة وتصحيح هذه الأخطاء والعمل على حلها. إذن من هنا نستنتج التالي: أن هناك مجموعة من المؤشرات، هذه المؤشرات تحتاج إلى عملية إعداد ومعالجة أكثر من المعلومات المستعملة المتاحة للمؤسسة مهما كانت طبيعتها من ناحية محاسبية أو التجارية. وهناك معلومات أيضا عن الإنتاج أو إدارة الموارد البشرية. فالمؤشر هو عبارة عن معلومة مصطفاة ومهيكلة وشاملة ودقيقة. مستوى تحقيق هذه الأهداف يعني أن لوحة القيادة هي في الأخير أداة. لوحة القيادة التي يتم اتضاح فيها بطاقات الأداء هي أداة لمتابعة مدى تنفيذ هذه الخيارات الاستراتيجية المعتمدة من المؤسسة، باعتبار أن هذه الأخيرة يتم تحقيقها من خلال ترجمتها إلى أهداف. يتم أيضا تحديد الانحرافات والتحديات، ومن ثم اتخاذ القرارات القيادية والتي تمثل الهدف الأساسي لبطاقة الأداء. لا يتعلق الأمر فقط بتسجيل النتائج التنفيذ أو الوصول إليها أو التحديات، بل الهدف هو التوضيح والتسهيل عملية اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تصحيح مسار المؤسسة الحالي أو اتخاذ إجراءات تصحيحية معينة تسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة مسبقا، بالرغم من التحديات التي يتم مواجهتها وأيضا لتلافيها في المستقبل. عموما فإن لوحة القيادة تتكون من عدد معين من المؤشرات تختلف باختلاف نشاط المؤسسة أو الشركة، ولكن يمكن تبويبها في 6 أصناف رئيسية. أولا مؤشرات متابعة الأنشطة والتكاليف، ويمكن أن يندرج تحتها مؤشر المبيعات مثلا. ثانيا مؤشرات الأهداف، مؤشرات الأداء، ومؤشرات القيادة أو مؤشرات التسيير العملي، ومؤشرات التوضيح أو الإنارة، ومؤشرات التنبيه أو الخطر. هذه الأصناف يمكن أن لا تكون موجودة كلها في لوحة قيادة واحدة زي ما ذكرنا سابقا، تختلف باختلاف نشاط المؤسسة، عمرها، ظروف السوق التي تعمل فيها وإلى آخره. وأيضا كل صنف من هذه الأصناف يمكن أن ندرج تحته أصناف تابعة على حسب نشاط وظروف البيئية لعمل كل منظمة.